الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع ملحوظ جدا في أعداد المصابين بفيروس كورونا. ناس كتير بتتكلم إن عندها كورونا، ناس تانية بتتكلم إن عندها برد وبتتعامل إنه شيء عادي. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع حضراتكم على فكرة الفرق بين إن أنت تظن إن أنت مصاب بدور برد وإن أنت عندك كورونا، أو هتاخد الإجراءات الاحترازية، هتتعامل، هتاخد اللقاح او مش هتاخد اللقاح. للناس اللي لسه لحد النهارده في منهم رافضين ان هم ياخدوا اللقاح، مع اننا تخطينا الحمد لله اعداد جيده جدا في التطعيمات الخاصه بكورونا في مصر. تفاصيل عن الوضع الوبائي في جمهوريه مصر العربيه هنعرفها اكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. صباح الخير يا دكتور واهلا بيك. صباح النور يا فندم. يمكن في الفاصل قبل ما نبتدي كنا بنتكلم مع حضرتك عن الإصابات وإن الناس بدأت تتعامل بشكل خلينا نقول سلبي شوية، مش مهتمة. وحضرتك قلت نقطة مهمة جدا، فرق بين إن إحنا نتعايش مع المرض وإن إحنا نبقى واخدين حذرنا. فممكن حضرتك توضح لنا الفرق ما بين الشخص اللي يبقى بيتعامل مع وجود المرض والشخص الغير مهتم. خليني اقول لحضرتك انه من يصاب باعراض تنفسيه بيبقى عليه مسؤوليتين. مسؤوليه تجاه نفسه وانه ازاي يحافظ على نفسه من تداعيات هذه الاصابه، ومسؤوليه تجاه احبائه، اسرته، مجتمعه، قرايبه، اهله، اولاده، امه، وابوه. المسؤوليه تجاه نفسك بان انت تاخذ بالاحوط. احنا دايما بناخذ بالاحوط في كل حاجه، وعندنا مثل مصري شهير بيقول لك حرص ولا تخون. طب ليه لما بنيجي تجاه صحتنا ما بناخدش بالاحوط؟ ليه لما بنيجي تجاه صحه احبائنا ما بناخدش بالاحوط؟ ففي حال انتشار الوباء يبقى الاحوط ان تتعامل احترازيا مع هذه الاعراض التنفسيه على انها اصابه بالكورونا. ده هيستلزم منك ان انت تتابع الاعراض، انك تعزل نفسك في المنزل، انك في حال وجود ضيق في التنفس، في حال وجود ارتفاع مستمر في درجات الحراره، في حال وجود اعراض تنفسيه شديده، انك تتوجه الى اقرب مستشفى. التحوط تجاه اهلك واحبائك ومجتمعك انك تلتزم بارتداء الكمامه، انك تتباعد اجتماعيا، انك ما تستخدمش نفس الادوات او تخليهم يستخدموا نفس الادوات اللي انت بتستخدمها، انه لو امكن انه يبقى في حمام منفصل يبقى احسن، ما كانش فيه يبقى هنطهر بشكل جيد. فالحقيقه انه هناك زي ما حضرتك قلت كده فرق كبير جدا ما بين انه اتعامل مع المرض باعتباره ليس وصمه ولا يستدعي انك تصاب بالفزع ولا انت ولا اهلك، وبين انك تاخد بالك، وبين انك تبقى حريص، وبين انك تهتم بنفسك وبأقربائك وبأحبائك، الاهتمام اللي المفروض اي محب بيعمله تجاه محبيه. طيب دكتور حسام، يعني احنا عددنا دلوقتي عدد الاصابات الحقيقه يعني في تصاعد احنا ما شفناهوش قبل كده حتى في بدايه فيروس كورونا. احنا الحالات تخطت 2000 حاله يوميا، حتى حالات الوفيات للاسف كمان ارتفعت. هل ده يا فندم مؤشر ان احنا في ذروه الموجه الرابعه؟ هل ده ايضا مؤشر على انه الناس اعتمدت فكره انه حده اصابات المتحور اوميكرون اقل حده من المتحورات السابقه فبقت بتتعامل عادي؟ يعني عايز اعرف من حضرتك اولا وضعنا الوبائي، وايضا هذه الارقام معناها ايه؟ طيب هو مما لا شك فيه ان هناك ارتفاع في معدلات الاصابات، وده جزء من وجود التحورات، انه المتحور الجديد قدرته على نقل العدوى والانتشار اعلى من قدره المتحورات السابقه. وان اذا كنا بنتكلم على انه متحور دلتا المصاب بيه يستطيع ان ينقل العدوى الى 7 أشخاص تقريبا، فان متحور الاوميكرون ممكن ينقل العدوى الى 16 او 17 شخص من اللي حواليه. وبالتالي هناك ارتفاع في المعدلات، وده نتيجه منطقيه للتحور اللي حصل. ده كمان ده الارتفاع الرسمي.
يعني ده الارقام، عفوا الارقام الرسميه المسجله في وزاره الصحه. لا دي الارقام اللي بتدخل او مش اللي بتدخل، اللي بيتم الكشف عليها في المستشفيات. لكن الناس اللي ما عندهمش اعراض، الناس اللي عندهم اعراض خفيفه فما بيعزلوا نفسهم في البيوت، الناس اللي بتكشف بره، الناس ما بيتمش رصدهم بشكل رقمي يومي، لكن بيتم رصدهم بشكل مجتمعي. احنا عندنا نوعين من الرصد، رصد لمن يحتاج انه يدخل مستشفى، سواء كانت المستشفيات ديت حكوميه، جامعيه، صحه خاصه، وده اللي بيتم الاعلان عنه بشكل يومي. وفي رفض للاصابات في المجتمع من خلال عينات عشوائيه بنعملها، لكن هناك اصابات من غير اعراض بيقعد في البيت، او اعراضه خفيفه بيقعد في البيت. يمكن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر السنه اللي فاتت كان بحضور السيد الرئيس قال ان الارقام دي هي يعني بتمثل المنحنى في ارتفاعه وانخفاضه، وقال ان حتى منظمه الصحه العالميه بتتعامل مع الارقام، بتحط لها فاكتور انها ممكن تضرب في 10 عشان نعرف العدد الحقيقي، لان دي الناس اللي بتتوجه للمستشفيات. لو احنا بنتكلم ان احنا في حدود ال 2000 حاله فاحنا بنضربها في 10، يبقى احنا بنتوقع ان احنا عندنا تقريبا 20,000 حاله كتوقع او كمنحنى للارقام. طيب خليني اقول لحضرتك انه في النهايه الاعداد دلالتها مش بالرقم. الاعداد دلالتها هي هل هناك في تزايد في الاصابات ولا لا. 2100 2200 2300 في النهايه انت بتنظر الى الاعداد للدلاله على هل هناك ارتفاع في معدلات الاصابه ولا في انخفاض في معدلات الاصابه. فاحنا بنقول بوضوح انه دي معدلات الاصابه المتردده على المستشفيات جميعا، سواء كانت حكوميه خاصه او غيرها. طب الاصابات اللي بتقعد في المنزل ما بيتمش اعلانها في التقرير، بيتم رصدها؟ بيتم رصدها. عشان كده عايزين الناس تفرق ما بين ما يتم اعلانه في التقرير وما بين ما يتم رصده في المجتمع. لا احنا في الصحه بنرصد الاصابات سواء كانت منزليه او غير منزليه في اي مكان، لانه في النهايه انت عندك القدره على الرصد المجتمعي، وعندك رصد بياتيك مش بس من المستشفيات ولا من البيوت، بيجي لك من كل مكان، وليك نقاط بتتحرك للرصد. طيب خليني بس اجاوب على سؤال تاني، وده من الاخطاء الشائعة اللي محتاجة الحقيقة تتوضح. احنا الدلالات الارقام ما بتتخدش يوم بيوم ولا يومين بيومين. يعني لما يبقى عندي من 3 ايام معدلات الوفيات 27، واجي امبارح تبقى رقمه 50 حاجة و50، ده لا يعني ان انا هبقى عندي ارتفاع في معدلات الوفيات. لانه الارقام عشان نحسب الارتفاع او الانخفاض لابد يبقى عندك فترة لا تقل عن 5 أيام استمرار في الزيادات أو استمرار في الانخفاض. لا الحقيقة أن احنا عندنا انخفاض في معدلات الوفيات بعد مع المتحور الجديد، انخفاض في حدة الإصابة مع المتحور الجديد مع وجود انتشار أوسع، وبالتالي الاحتياج لدخول المستشفيات بقى أقل، وده بدأ يظهر حقيقة بداية من الموجة الرابعة. فمن الخطأ ان الناس تاخد الرقم يوم وتبني عليه استنتاجات. يعني الارقام من وجهة نظر حضرتك يا فندم مقلقة ولا مش مقلقة؟ الارقام مقلقة في ارتفاع معدلات الاصابات، لكنها مش مقلقة في نسب الاحتياج لدخول المستشفيات، ومش مقلقة في معدلات الوفيات. لكن في النهاية يبقى ان دي اصابة بالكورونا. مظبوط. وبالتالي من المهم جدا زي ما بقول كده أن نأخذ جانب الحذر، جانب الحذر ده لمصلحة نفسك ولمصلحة أحبائك ومجتمعك. طيب هنا سؤال مهم يا دكتور. حضرتك قلت أن المتحور أوميكرون ممكن ينتقل من شخص لحد 16 أو 17 شخص. صحيح. هل الزيادة اللي حصلة في مصر تحديدا لو احنا بنتكلم بشكل محلي ناتجة عن متحور أوميكرون وسرعة انتشاره وسهولة انتشاره، ولا نقدر نضيف ليها كمان الإهمال من جانب البعض؟ ما هو مفيش أو وهم. يعني الفكرة مش ده أو ده. الفكرة إحنا قلنا إنه تقريبا آخر دراسة تسلسل جيني عملناها بنقول إن إحنا عندنا 66-70% من الإصابات بالأوميكرون. وبالتالي فمعدلات انتشاره أوسع. بالإضافة إلى إنه من الملاحظ كمان في الفترة السابقة إن الناس لم تعد
ملتزمة بالإجراءات الاحترازية كما كانت سابقا. هناك نوع من أنواع التخفف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وده لا شك بيساعد على زيادة معدلات الانتشار. المهم جدا كمان أنه خلاص أصبح من القطع واليقين علميا أن التطعيم يقلل من معدلات الانتشار، يقلل من معدلات دخول المستشفيات، يقلل من شدة المرضى، يقلل من معدلات الوفيات. احنا الحقيقة محتاجين ان الناس تدرك ده بشكل اوسع واعمق، ويبدأ في اقبال اكبر على التطعيم. احنا الدولة وفرت تقريبا كل انواع التطعيمات بشكل مجاني، عملت مراكز لتلقي اللقاح تقريبا في كل مكان، ومش بس كده كمان انتقلت الى الناس، انتقلت للناس في المترو، انتقلت للناس محطات القطر، انتقلت للناس في المولات، انتقلت للناس في اماكن التجمعات. وما زال لسه احنا مش راضيين على معدلات الاقبال على تلقي اللقاح. احنا النهارده عدينا 43% الفئه المستهدفه، وده هو الهدف، ان احنا في نهايه 2021 نكون وصلنا لل 40، وفي النص الثاني من 2022 نكون وصلنا ل 70%. ال 43 واخدين جرعتين ولا جرعه واحده؟ احنا بنتكلم على كامل التلقيح. 43% من الفئه المستهدفه، وعايزين نوصل ل 70% من المستهدفين. لكن الحقيقه هنكون اسعد حالا بشده لو بكره الصبح بقى عندنا 70% من الفئة المستهدفة متلقح، وده متوفر، التلقيح متوفر، الفرق الطبية موجودة، تلقيح مجاني. طب ايه؟ طب فعلا يا فندم، يعني خلال الرصد والتدقيق ليه، يعني ليه هذه المعدلات غير مرضية بالنسبة لكم؟ يعني حضرتك شايف انه ايه السبب انه النسبة مش كبيرة؟ صحيح وصلنا للهدف اللي احنا كنا نتمناه، هو تلقيح 40% قبل نهاية 2021، ولكن يبقى برضو ان احنا عندنا امل وهدف اكبر ان احنا نوصل ل 70% واكتر كمان. طب احنا بنعمل في الصحة دراسة بقالها فترة لسه لم تنتهي بعد، او لما تنتهي بعد، لكن المؤشرات الاولية لهذه الدراسة بتقول ايه؟ بتقول ان 44% من سبب عدم إقبال بعض الناس على اللقاح هو الإشاعات والأقاويل المغلوطة. 44% يعني من كل 100 في 44 مش عايزين يطعموا لأنه سمع أو أرى على الفيس أو على تويتر أو سمع من حد صاحبه أو أنه اللقاحات وحشة، ولا اللقاحات بتجيب أمراض، ولا بتجيب العقم، ولا بتعمل مش عارف حاجات غريبة جدا. فالحقيقة ده رقم كبير جدا، وده دور مهم جدا لينا وليكو كإعلام، لأنه أنا لو قدرت أن أنا أصل إلى الـ 44% دولت يبقى أنا حققت رقم كبير جدا. وعلى خلاف ما يبدو، على الرغم أن احنا عملنا ده بشكل قوي جدا، وهو تسهيل إجراءات التسجيل، أنه الرقم اللي بيتحدث على الصعوبة في التسجيل من الدراسة اللي عملناها ده ما يزيدش عن 1.3%. يعني اللي بيجد يا إما هو مش ما عندوش قدرة إنه يخش على الموقع ويسجل، أو دخل على الموقع وما عرفش يسجل، هو 1.3%. على الرغم إنه الصدى الذي نسمعه عن مشاكل التسجيل أعلى بكتير من 44%، لكن الحقيقة تقول غير ذلك. وبالتالي إحنا فعليا عملنا ده، فعليا سهلنا جدا إجراءات التسجيل. بالفعل بقى في اماكن كثيره تقدر تروح، مش محتاج انك تسجل، هتسجل هناك. طب ده ياخدنا لسؤال اخر، الناس اللي مهتمه بالتطعيم، بس عايز اتاكد مش انك هتسجل هناك، لان ممكن الناس تفهم ان احنا لجنه التسجيل، او التسجيل موجود اساسا. بنتكلم على فكره التسجيل عبر الموقع الالكتروني او التسجيل المسبق. طيب احنا عندنا 44% رافضين ياخدوا اللقاح للاسباب الحاجة. متخوفين، خلينا نقول متخوفين. في 56% عايزين ياخدوا اللقاحات او بياخدوا اللقاحات فعلا. لا، 56% دي تنقسم، احنا بنتكلم على الفئه اللي ما اتطعمتش بالظبط. الناس اللي خدت جرعتين، ووزاره الصحه كمان اعلنت ان فتح باب التسجيل للجرعه التعزيزيه، وقالت البدايل واللي واخد لقاح كذا ممكن ياخد كذا في الجرعه الثالثه. الناس اللي عايزه تاخد الجرعه التعزيزيه، ايه الاجراءات اللي تمشي فيها عشان تاخدها؟ هو مش محتاج يمشي، عشان احنا بنقول ان الدنيا بقت اسهل كتير، هو مش محتاج يمشي على اجراء. انت مجرد ما بتكمل الست شهور بتجي لك رساله بتقول لك توجه الى المكان اللي انت اتطعمت فيه الجرعتين عشان تتلقى اللقاح.
طب فرضنا فرضية جدلية، وجدنا في الأول أنه في ناس كانت طعمت في مكان وبعدين انتقلت لمكان تاني. مظبوط. وعلى الرغم من أن الأعداد دي مش كبيرة، لكن زي بيقول الصدى بتاعها كبير. ففتحنا الباب للتغيير من خلال الخط الساخن، أنه حضرتك لو كنت طعمت في الساحل وجيت القاهرة تقدر وجالك التطعيم الجرعة الثالثة على الساحل، تقدر حضرتك من خلال الخط الساخن تغير مكان التلقيح إلى القاهرة. فهي يعني بكل احنا في النهايه بنتحرك لتسجيل عشان نبقى عندنا احصاء دقيق بنسب المطعمين، ان هو دي العلامه الفارقه ما بين ان تعود الامور الى ما كانت قبل الكورونا او لا، عندنا نسبه الملقحين قد ايه. فالتسجيل لهذا هو مهم جدا، لكن كلما كان هناك صعوبه عند الناس بنيسر عليهم سهل من غير ما نفقد الهدف الاساسي. عظيم. طيب دكتور حسام، بما اننا بنتكلم عن اللقاحات وتلقيح المواطنين، الحقيقه الدوله وفرت بالفعل لقاحات بمختلف انواعها اللي موجوده في العالم كله بكميات كبيره، وايضا كان في نقطه فارقه الحقيقه وخطوه مهمه جدا وهي تصنيع اللقاحات هنا. صحيح. احنا موقفنا دلوقتي ايه من تصنيع اللقاحات؟ احنا عندنا نوعين من انواع التلقيح او التصنيع، ولما نتوقف بعد عندنا لقاحات بيتم استيراد المواد الخام من الصين من خلال شركة سينوفاك، وبيتم تصنيعها أو استكمال تصنيعها في معامل المصل واللقاح أو في مصانع الفاكسيرا المصل واللقاح. وإحنا تخطينا رقم يزيد عن 30 أو 32 مليون جرعة من المصنع بهذه الطريقة. عندنا ولأول مرة أن يكون إنتاج المواد الخام في مصر من خلال فريقين بحثيين شغالين على التجارب الإكلينيكية الفيز 1 أو المرحلة الأولى. فريق يتبع المركز القومي للبحوث تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفريق بحثي آخر هو مجموعة من التحالفات أو الشركاء ما بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وزارة الزراعة، إدارة الخدمات البيطرية، مركز الطب التجددي بالقوات المسلحة، إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، مع أحد الشركاء في المصانع أو شركات الدواء الوطنية المصرية. عظيم. طيب في جدل في المجتمع وهو موجود في دول كتير في العالم بخصوص اللقاح للحوامل والستات اللي بترضع وبعض من أصحاب الأمراض المزمنة. مين من الناس دي دلوقتي بقى آمن ومطلوب إن هو ياخد اللقاح؟ كلهم، الحوامل والمرضعات. هو 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 خليني بس اقول لك، هي 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 المشكله في احيانا انه عباره واحده او لفظ واحد ممكن يغير من الوعي المجتمعي في 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 قضيه ما. بمعنى هو الحقيقه الناس لما بدات الدراسات على التطعيمات كنا بندور على الفئات يا إما الأكثر تأثر بالمرض يا إما الأكثر عرضة للمرض. طب هم مين دول؟ هم دول أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفرق الطبية. فالبداية في التجارب الإكلينيكية على اللقاحات كانت بدول، إن هم دولة الأكثر احتياجا في الوقت ده وإحنا بنسابق الزمن. مظبوط. مش بقى ما كانتش اللقاحات أمنة للحوامل والرضع وبعدين اكتشفنا أنها أمنة، لا، هو دول ما كانوش في البداية اللي بيتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليهم، ما كانوش متطوعين في التجارب. لكن بعد ما تأكدنا من المأمونية للفئات الأكثر عرضة والأكثر تأثرا، بدأت الفئات اللي أقل بقى. عشان كده ما بدأناش بسن 12 سنة، ما هي لأنه تأثرهم بالمرض ما كانش خفيف. فأنا النهاردة عندي مرض يصيب ناس بشكل شديد ويؤدي إلى الوفاة، وبيصيب ناس بشكل أقل لهم الأولوية، وبالتالي حطيت الأولوية في التلقيح وفي إجراء الأبحاث بتاعتي على الفئات الأولى. كل شوية لما بيبقى عندي مأمونية وبيبقى عندي أريحية في الوقت بيخش فئات تانية. فعمرنا ما قلنا أنه اللقاحات مش أمنة للحوامل والرضع، احنا قلنا ما فيش دراسات كافية في المرحلة دي أننا نديهم. لما بقى في دراسات كافية وأثبتت مأمونية اديناهم. فهي دي الفكرة، أنه أنت في فرق كبير بأنك تطلع تقول أنه اللقاحات غير أمنة، أدي عبارة هتوصل إلى فكرة مجتمعية وعي مجتمعي مختلف تماما عنك تطلع تقول عبارة لا توجد دراسات كافية عن المأمونية. ده اتجاه،
وده اتجاه تاني غير امنه يعني مش هتتاخد. دي لا يوجد دراسات كافيه يعني لما هنعمل الدراسات الكافيه هنقول لكم اذا كانت امنه لا، ولما عملنا الدراسات قلنا انها امنه تماما. اللي انا مستغرب له بقى انه الناس تقول لك اصحاب الامراض المزمنه، ده هو اساسا بدايه التلقيح كان عشان اصحاب الامراض المزمنه. مظبوط. فتلاقي خلاص انا عندي مرض المزمن الفلاني يا سيدي، ده هو معمول عشانك اصلا في البدايه. ففكر شيء غريب جدا. طيب دكتور، واحنا بنتكلم عن اللقاحات مؤخرا كمان بقى في عقار لعلاج فيروس كورونا وهيتم بيتم تصنيعه في مصر، فاحنا وصلنا لاي مرحله من تصنيع هذا العقار؟ وايضا هل هناك موعد محدد لتوفيره في الاسواق؟ وصلنا لمرحله انه موجود دلوقتي في المستشفيات والناس بدات تاخده. الناس بالفعل بدات تاخده. ولكن احنا هو ما زلنا مش في مرحله توفيره في الصيدليات العامه، لكن هو موجود في صيدليات المستشفيات الحكوميه وسواء كانت صحه او جامعيه. من الوارد انه كمان يبقى في المستشفيات الاخرى اللي هي بتخضع للمتابعه المباشره من وزاره الصحه والسكان. الفكره العامه انه ده عقار يؤخذ عن طريق الفم فموي للبالغين في المراحل الاولى من الاصابه بالمرض، اول 5 أو 7 أيام، بيقلل من شده المرضى، بيقلل من معدلات الوفيات، بيقلل من احتمال دخول المستشفيات. طب ليه احنا في المرحله دي حاطينه في المستشفيات بس؟ لانه كاي عقار يحتاج الى اشراف طبي. واحنا الحقيقه نسبه الالتزام بالاشراف الطبي المباشر من ضعيفه جدا الصيدليات ليست في احسن احوالها. ففي البدايه بيتم استخدامه من خلال اشراف طبي مباشر، فبدل الروشتة اللي الناس ما بتستخدمهاش احنا بنخلي الدكتور يكشف عليه عشان يتم اختيار الفئات اللي هتستفيد من العقار. المشكله ان احنا عندنا شويه نوع من انواع قد يكون ان الهجوم على العقار بقطع النظر انت هتستفيد منه ولا مش هتستفيد، لان في ناس. وخلينا ناكد على النقطه دي يا فندم، ان هو هذا العقار هو لعلاج الحالات البسيطه والمتوسطه وليس للحمايه، لانه ممكن حد يقدر يتحصل عليه باي طريقه كانت ويخليه عنده عشان احمي نفسي. ومش كل الفئات بتستفيد، في ناس مش محتاجه تاخده. مظبوط. وفي ناس ثانيه اولى ان هي تاخده، فالحقيقه اللي بيقرر ده الطبيب. فلما يؤخذ من خلال الاشراف الطبي في المستشفيات الحكوميه يعني مستشفيات الصحه ومستشفيات الجامعه، ده بيدينا مامونيه اكثر لي كمريض ولسلامه التوزيع بشكل مناسب. تمام. دكتور حسام، انا بحاول من خلال وجود حضرتك انقل شويه من التساؤلات اللي عند الناس. برضو في نغمه في الفتره الاخيره موجوده في المجتمع، يا سيدي ما الناس اللي بتاخد اللقاح او اللي خدت اللقاح ما بيجي لها كورونا، طب انا اخده ليه بقى ما دام كده كده هيجي لي كورونا من غيره او بيه؟ نرد على الناس دي نقول لها ايه؟ طيب هقول لحضرتك حاجتين، معلومه منها يمكن جديده ومعلومه منها سبق ان كررناها مرارا وتكرارا، لكن اخر الاحصاءات الوارده من الولايات المتحده الامريكيه بتقول انه من كل 100,000 في 187 واحد دخلوا المستشفى من غير الملقحين، و35 دخلوا من الملقحين، و8 دخلوا من واخدين الجرعه التعزيزيه. نسبه اللي دخلوا عندنا المستشفيات في مصر بقى من غير الملقحين 93%. دي نسبه كبيره جدا. وبالتالي فحضرتك من كل 100، لو احنا من ال 100 دول او وانا مش مطعم، احتمال ادخل المستشفى 93 مره اعلى من الملقح اللي احتمال دخوله المستشفى ما يزيدش عن 2.6 او 2.7%. فرق شاسع. فده فرق كبير جدا يخليك يا تاخد اللقاح ويجي لك الدور وانت قاعد في بيتكو، هي تاخد اللقاح وفي احتمال 93 مرة أكبر إنك تحتاج إلى مستشفى وعناية مركزة ولا قدر الله ما يستتبع ذلك. فده فرق كبير جدا. المركز الإحصائي البريطاني، ودي بقى المعلومة الجديدة لأنه كان الموضوع ده مثار بقاله فترة يومين ثلاثة أربعة، اللي هو الكوفيد طويل المفعول أو اللونج كوفيد أو متلازمة ما بعد الكورونا أو أعراض ما بعد الكورونا.
في إحصائية لسه منشورة قريبا جدا بيقول إنه احتمالية حدوث اللونج كوفيد في غير المطعمين أعلى ب 41% من احتمالية حدوثها في المطعمين، والدراسة دي أجريت على ما يقرب من 8000 مريض. فلقينا إنه مش بس يعني بناء على هذه الدراسة مش بس بقى اللقاح بيقلل من احتماليات دخول المستشفيات وشدة المرضى ومعدلات الوفيات، لكنه كمان بيقلل بنسبة كبيرة جدا من احتماليات ان يبقى عندك متلازمة ما بعد الكورونا او الكورونا طويلة المفر. يعني احنا في كل احوال هنفضل طبعا يعني نكرر ونؤكد على اهمية اللقاح، وانه احنا يعني ما قدمناش حل غيره دلوقتي لو بنتكلم على حماية. بالفعل ممكن الملقحين ممكن يصابوا بفيروس كورونا، لكن زي ما حضرتك قلتي يا فندم انه نسبه او حده الاصابه بتكون اخف بكتير، وحتى يمكن دايما الخوف بيكون عندنا من فكره دخول المستشفى، فده بتقللها بنسبه كبيره جدا. فيعني للمره المليون نتمنى انه الكل يروح يطعم، ان كان عن طريق التسجيل او ان كان عبر المراكز اللي موجوده في الشوارع زي ما كنا بنتكلم. دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزاره الصحه، نورتنا يا فندم، ضمن ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا ليك. فاصل قصير حضرات الساده المشاهدين ونرجع نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر، انتظرونا.